ضيفتي النائبة بولا يعقوبيان. صباح الخير. صباح النور، شكرا شادي. أهلا وسهلا فيك. يعني واضح أجواء الصحف اليوم فيها ضياع، حتى كمان باتصالات مع عدد من النواب صباح اليوم، حتى يعني نواب الكتل الأساسية لا يعرفون مسار هذا اليوم. برأيك وبحسب قراءتك، يعني حضرتك لك باع طويل في الإعلام، يعني لك أيضا خبرة في التحليل وأيضا لديك خبرة في السياسة في البرلمان، إذا بدك تجمع بين هالخبرتين بالسياسة وبالتحليل، شو بتقولي؟ كيف سيكون مسار هذا اليوم؟ هناك صفقة، هناك قطبة مخفية، هناك سيناريو يحاك، أم الكل يمشي ومش عارف لوين رح يوصل؟ شو اللي عم بيصير؟ شو رح يصير تحديدا اليوم؟ السبب الواضح لهذا الضياع الكبير هو أنه حزب الله ما عم بيعطي موقف واضح نهائي من هذه المسألة. يعني لو عندك اليوم خيار واضح لدى حزب الله أنه يريد فعلا تأجيل تصريح العماد جوزيف عون أو التمديد له، ما كان في هالقد ضياع. واللي بيقول أنه الحزب ضايع ما بين أنه يرضي جبران باسيل في هذه المسألة أو يرد على رئيس الحكومة ورئيس المجلس اللي يبدو أنه المهددين بعقوبات في حال لم يمر التمديد للعماد جوزيف عون، يعني بين اثنين مثل ما بيقولوا قلبه يتنقل، سون كور بالانس بيقولوا بالفرنساوي. ففي البعض بيعتقد هيك، انا بعتقد انه لحد هلا منه حاسم الامر ليشوف شو رح يصير يعني بهذه الايام وضفه من سيرجح في هذه المساله. اللي بقدر اقول لك انه في اراده تمديد او ابقاء العماد جوزيف عون مده اطول في اليرزي لدى بعض الافرقاء السياسيين، وعم بيعملوا لذلك حمله كبيره لدرجه اقتنع بعض اللبنانيين يعني اذا بقي قائد الجيش بتقول مدري شو رح يصير بالبلد، رح توعى على بلد مختلف. مع خوفنا كلنا من انه اليوم يتاثر الجيش في حال فقد قائده الحالي اللي هو نشيط جدا، اللي هو عنده مناقبيه كثير عاليه، اللي انا ما بعرفه شخصيا بس بعرف عنه انه 5 الصبح بيكون بمكتبه بيحكي كل الالويه، يتابع العمل الاداري بالجيش بشكل جدي جدا. رغم كل ذلك هل فعلا نحن يعني اذا ما تمدد له او ما بقي يعني فعلا في خراب للبصره؟ البصره خربان، لبنان اصلا خربان، وكل هذه الحركه وكل هذه التنازلات لو بيقدموها الافرقاء السياسيين لانتخاب رئيس جمهوريه ولاقرار القوانين الاصلاحيه كنت بقول لك البلد بمحل افضل بكثير. بغمضوا عين عن هذه المسائل الجوهريه الاساسيه ورايحين يعملوا ام المعارك على موضوع يتعلق بتمديد 6 أشهر او سنه. بدي اقول لك شغله شادي، 6 أشهر وسنه بيقطعوا بلمح البصر، شو بنعمل بعدين؟ مين متوقع انه في هالقد تغيرات كبيره؟ مين اللي عم بيراهن على ربما غزه او تفاهمات كبيره بالمنطقه؟ يعني هيدا البلد كل الوقت بيرهنوه على شراء الوقت من اجل المصايب، من اجل المشاكل، لنشوف شو بيصير بالعالم، كيف بنقدر كطبقه سياسيه يستمروا بالسلطه وما يقدموا شيء للناس. طب شو رح يصير اليوم برأيك؟ يعني اليوم هل سيمر التمديد في جلسة الحكومة أو تأجيل التصريح بالأحرى؟ هل القانون سيبقى هناك نصاب في الجلسة التشريعية وبالتالي هناك التزام من الرئيس بري وسيبقى عند التزامه، لأنه قيل بأنه القوات تؤمن النصاب والرئيس بري يبقي على هذا القانون مدرج على جدول الأعمال؟ فيعني من خلال وجودك امبارح بالمجلس، هل تطير النصاب وارد ان يحصل اليوم؟ خليني اقول لك في اصلا امبارح شرعنا كثير ما كان في نصاب، يعني انا كنت قاعده فوق على مقاعد الصحافه والمراقبين وكنت عم بتفرج على المشهد البانورامي من فوق اكثر من مره. انا عديت شخصيا يكون النصاب مفقود ويستمر ويتم البوح انه فقد النصاب لما يوصلوا الى ماده معينه او الى قانون معين بدنا نطير النصاب لمزيد من المشاورات. فاليوم لنشوف الساعة 3 كيف رح يكون الجو، بس انت عم تسألني شيء بده معلومات، يعني حدا متابع او بتخبره الطبقة السياسية شو حضروا بالليل، شو حضروا تحت الطاولة، شو الصفقة اللي عم بتصير. انا معلومات ما عندي، بس بالتحليل بقول لك انه مثل ما شفت الامور رايحة امبارح كان في قانون يتعلق بالصرف الصحي مثلا بالبترون، مش موجود تكتل جبران باسيل، رغم ذلك
مرروا الرئيس بري ومرروا من دون تصويت، مرروا بمخالفة واضحة للنظام الداخلي. اعترض النائب أكرم شهيب بطريقة خجولة جدا، يعني هذا موضوع بيستاهل نعمل له مشكل. أنت كل يوم بهذا الطريقة وبهذه بمخالفة الدستور بهالشكل أصلا بدعوة إلى التشريع، في حين أن المجلس بشكل واضح هو هيئة ناخبة حسب المادة 74 و75 من دستورنا. طيب تعبستوا الدستور، جبنا مثل الشاطرين الكتل قعدناهم يعني بمشهد مذل أحيانا تنقل لهم أنه إيه بمرق لك قائد الجيش، قائد الجيش أصلا للقوات اللبنانية أو لبعض النواب اللي عم بيطالبوا بذلك، رغم أنه في مطالبة فعلا، أنه في خوف حقيقي اليوم على الأوضاع الأمنية بعد كل الأوضاع اللي احنا فيها السيئة. هذا ما عم بقول خوف منه موجود، هو خوف موجود. أنا عم بقول خوف الأكبر هو أنه نكون عم نطير القوانين المالية الإصلاحية الضرورية، عم نطير اتفاقات والتزامات دولية لحتكبنا خارج التاريخ والجغرافيا. هذا اللي عم يعملوه، في جريمة ترتكب اليوم بالتواطؤ من مجموعة كبيرة من الطبقة السياسية المرتكبة لا شك، وإضافة إلى البنكرجية اللي صاروا عم بديروا واللوبي الأهم والأقوى بالمجلس النيابي. بتشوف شادي أنه رايح الأمور باتجاه وين مصالحهم وكيف بدهم يرتبوا الأمور، وكيف بنفس الوقت بيبقى هاجس عدم معاقبة المزيد من الشخصيات السياسية اللبنانية وتنوضع اليوم إن كان على لوائح. تفضل. نعم، بجلسة اليوم عند الساعة 3 أيضا ستقومون أو ستجلسون كما بالأمس على البلكون، يعني أيضا ستحضرون إلى المجلس، ولكن لن يعني يحسب عددكم ضمن إطار النصاب، أم إذا في حال كان النصاب غير مكتمل رح تنزلوا وتقعدوا على مقاعدكم يعني بالهيئة العامة؟ بالنسبة لي وبالنسبة للنواب الخمسة اللي نحن مننسق مع بعض، لا منه هيك أبدا الواقع. إذا في غيرنا قاعد كمقاعد احتياط، أنا بالنسبة لي قاعدة فوق، لأنه من وقت ما دخلت إلى المجلس النيابي أنا أتابع التشريع، ما تخلفت عن ولا جلسة، وفعلا بحب أعرف شو عم يعملوا بموضوع التشريع وتابع أكثر وأكثر، خاصة أنه في قوانين مهمة عم تنوضع كمان لمزيد من ابتزاز النواب، انه شفتوا انتم اذا ما جيتوا لهالقوانين نحن بنحطكم بمواجهه مع الناس ومع الاشخاص، اشخاص كتار ومجموعات كثيره ناطره بعض القوانين اللي لها من وراها يعني مصلحه شخصيه وهي حق لها. فكمان يعني تستخدم هذه القوانين بمحاوله انه جر النواب الى التشريع. انا بدي اقول للناس هون، نحن إذا فتنا وقتلنا كتير كتير قليل، أحياناً حتى يعني لحد أنه تأثيرنا صفر أمام الكتل الكبيرة ومصالحها. اللي بيصير يا شادي بالمجلس النيابي بيتوافقوا برا على شو اللي بيمرق شو اللي ما بيمرق، وموشن هيك يعني الرئيس بري ما بيعد مين مرافع أيدي سقط القانون أو ما سقط إلا نادراً، لأنه بيكون التوافق مسبق ولأن ما حدا بيحب يزعله، منفوت لجوا رفعوا الأيدي ما رفعوا الأيدي مش مهم، صدق لأنه بده يمرقوا. مبارح في قانون ما في اثنين معلين إيديهم قال صدق، وقالوا له مش مزبوط وسكتوا دغري هيك بشكل ما بيعملوا مشكل على موضوع له علاقة بصلب نظامنا الديمقراطي والبرلماني. فبرجع بقول لك للأسف إذا كنا موجودين واعتبرنا أنه المصلحة العليا تقتضي نزول النواب إلى التشريع، وإذا كمان قلنا المجلس الدستوري سمح بذلك ومررها عبر قرار كان معيب للمجلس الدستوري لما رد الطعن بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وهيدا الموضوع كتير مهم لأنه قبل المجلس الدستوري اعتبروا ضمن إطار تشريع الضرورة، يعني وقتها شو يعني تشريع ضرورة؟ فيك تعطيني النص اللي بيحكي عن تشريع ضرورة؟ هو لا استنساب انه الوضع لا يحتمل اليوم وبالتالي يعني لازم نشرع، بس انا بدي موقفكم بس خليني اقول لك شادي اللي عملوه اليوم حقيقة عم بفرجوا انه رئيس الجمهورية لزوم ما لا يلزم، والبلد بيمشي بلاه بشكل عادي، ومش مهم تنتخبوا رئيس، ليكوا البلد الحكومة بتجتمع بتطلع قرارات، المجلس بيشرع، الدنيا كلها بتمشي، شو هالمنطق هيدا؟ بس انتو حاضرين بالمجلس بس مش عم بتشاركوا، يعني انتو حاضرين على البلكون اوكي ما عم بتشاركوا، يعني كأنه عم بتصير القوانين عم تمرق من دون ما تناقشوا فيها او اقله تسجلوا موقف فيها. مشان هيك عم بقلك انه اليوم وعم بأكد وبتمنى اللي عم تسمعني ياخد هيدا الكلام بدقائق،
بيتفقوا الكتل الكبيرة على كيفية سير الجلسة التشريعية ومنفوت منقعد شبه شو تزور، منصرخ منحكي منجرب نعدل ببعض القوانين، ما حدا بيرد وما حدا بيسمع. مرات قليلة لكون منصفة بعض التعديلات ما بتأثر ممكن انها تمرق. عم بحكيك شخص بيعرف شو عم بيقول لانه شاركت بكل اقراء بالقوانين اللي اقرت سابقا لما كنت من 2018 وكنت اطلع صرخ لحالي، وبأوقات كمان عم بقولك تمكننا من تعديل ما هو فعلا يسير وقليل جدا مقابل لما يكون في مصالح كبرى. وين بده يبين صوتنا؟ نحن بالنهاية صرنا ستة فعليا عمليا، نحن ستة المتفقين خاصة بمواضيع القوانين المالية والإصلاحية وغيره. نعم. وهون بيت القصيد، وهون ما بتسمعوا فعلا بالإعلام وما بتسمعوا كما يجب عبر كل المنصات الموجودة، لأنه اليوم في حدا بده يخدك باتجاه معين أنه بتختري بالدنيا. إذا ما صار هي ترجع بتشوف هلأ اليوم يمكن وعلى الأرجح مجلس الوزراء سيقوم بالاستناد لدراسة القاضي مكية بتمديد التسريح. طب شو راح نعمل مجلس نيابة؟ ما حد عارف. طب إذا طلع إذا مجلس الوزراء أقر ذلك نحن شو عم نعمل؟ صحيح أنه في البعض قيل أنه رئيس بري أنه التزم أنه سيبقي على هذا القانون مدرج، القانون المعجل المكرر، قال هيك للقوات، هيك قيل. منصير أمام قانون وقرار، يعني بيصير في مثلا ست شهور بالحكومة وسنة القانون، يفترض أنه القانون يغلب، يعني القانون هو له أكيد القوة الأهم، ما في شك. رغم ذلك بجي بقول لك نحن بهرطقة خرجنا عن الدستور وعن عن الانتظام العام، عن دولة القانون والمؤسسات، وشلنا نشوف كيف بدهم صاروا مرق عجيب. بطل هذا المجلس يتألف من مشرعين، بطلنا بحكم سليم، نحن صرنا ما عم رقع هيك بيرقعوا كيف ما كان. نعم. شي لحظ ماء الوجه، شي خوفا من عقوبات، شي خوفا كمان. أنا بقول لك أنا بخاف كتير على المساعدات اللي عم تجي للجيش اللبناني واللي ممكن تكون مهددة، لأنه الدول اليوم عم بيدفعوا باتجاه التمديد لقائد الجيش. كمان ممكن يكون في صفقة ما بدك تنساها أبدا، الصفقة هي أنه يقبل بالآخر جبران باسيل بمونة ربما من حزب الله، بمعنى أنه ما نوعد أنه ما بيجي رئيس جمهورية، وهن طبعا ما بني رئيس جمهورية، ولكن خلي هالست أشهر ست أشهر بيقطعوا. فكل هيدا كل هذه اللي عم بقول لك اياهم عم بيترتبوا بطريقه ما، ما في شك في ضياع عندهم شو بدهم يعملوا، لانه كمان في خروج واضح عن القوانين، وفي كمان بمحل ما مصلحه للبنانيين ببقاء بعد هيك الجيش. اليوم لنا هو اخر مؤسسه بتقول لك انه في بلد، اخر مطرح بتقول فعلا في بعد دولة هون، في مؤسسة جامعة للبنانيين، وما قدروا بعد السياسيين رغم كل محاولاتهم أنهم يهدموها مثل ما هدموا كل شيء آخر في هذا البلد. من هذا المنطلق ومن كل ذلك أنا بقول لك بتمنى أنه بطريقة طبيعية من أجل مصلحة اللبنانيين مش لنكيات يكون هذا التمديد تمديد يحصل، ويكون تمديد مجدي، ونقدر نروح إلى الملفات الأساسية والأهم واللي هي الإصلاحات ثم الإصلاحات. بانتظار طبعا الجلستين جلسة الحكومية نوقف نعمل معارك أشخاص رغم كل احترامنا لهذه الأشخاص، ونبلش نعمل معارك متعلقة بتحسين حياة اللبنانيين بنهضة بلدنا. بانتظار على كل حال الجلستين التشريعية وأيضا الجلسة يعني التشريعية بعد الظهر، وأيضا جلسة الحكومة الساعة 12:30. أنا بدي أتشكرك النائبة بولا يعقوبيان على انضمامك لنا، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك.